السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل الحلقة اللي فاتت بتاعت الجزء بتاع البارامترز بارامترز 2. قبل ما نبدأ، ده الاكونت بتاعي على لينكد ان، لو حابب انت تعمل لي فولو او تشوف المحتوى اللي بنزله او لو حابب تسألني اي سؤال. طيب تعالوا نكمل. احنا المرة اللي فاتت كنا واقفين ان احنا عملنا الشيت دوت، وعملنا حاجة اسمها توب 3 وتوب ان. طيب كويس جدا، المرة دي هنعمل ايه بقى؟ تعالوا الاول نشرحها كده. طيب انا لو جيت قلت لك انا عايز فلتر كده، عايز اعمل فلتر دروب داون هنا كده، وفي الدروب داون دي عندي كذا اوبشن. يعني مثلا على سبيل المثال عندي حاجه اسمها كاستمرز، مثلا هنا الكاستمرز ماشي، وبعدين ممكن مثلا السب كاتيجوري، وبعدين مثلا الستيت. حلو. وفي كل مره انا هختار واحد من دول، او يعني اوبشن من الثلاثة دول يعمل لي ايه او يظهر لي ايه. يظهر لي والله كده مثلا بار تشارت تمام بالسيلز. يعني مثلا لو انا اخترت الكاستمر فيقوم عامل لي هنا كده ايه، اسم الكاستمر الاولاني، اسم الكاستمر الثاني، اعلى واحد في السيلز، ثاني اعلى واحد، وما الى ذلك. طب لو اخترت والله السب كاتيجوري يقوم حاطط لي هنا برضو كده ايه، يقوم قايل لي والله هنا الكاتيجوري مثلا اللي هي بتاعت الفونز دي اعلى حاجه، بعد كده مثلا ايا كان بقى مثلا البيبرز او مش عارف البنز مش كده يعني. ولو اخترت والله مثلا برضو الستيت فيقوم قايل لي والله حضرتك انت اعلى ستيت في السيلز هي كذا، وبعدين تاني واحده كذا، وبعدين تالت واحده كذا. طيب الحكايه دي ما اعرفش اعملها بالفلترز. حلو، لان ما فيش فلتر هيلم الداتا دي مع بعض. طيب تابلو حلها ازاي بقى؟ تعالوا نبص. والله انا عندي السيلز، ادي السيلز. طيب تعال نحط والله السب كاتيجوري كده، نقلب نرتب، هات يا سيدي الانتاير فيو. طيب كويس جدا. انا قدامي ايه دلوقتي؟ انا قدامي كده يعني حاجه كده. طيب المفروض ان انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ان انا اعمل بارامتر جواه ايه بقى. تعالوا نبص، ادي الكرييت بارامتر، انا عايز سترينج. حلو. طيب نوع البارامتر ده ايه؟ ده ليست. كويس جدا. هنسميه مثلا تعالوا نسميه categories modified categories مثلا، يعني modified categories. وقلنا والله انا عايز اول حاجة هحط ايه، هحط الكاستمر نيم، وبعدين هحط السب كاتيجوري، وبعدين احنا قلنا الستيت لو انا فاكر صح. الستيت صح، راحوا فين؟ ماشي مش مشكلة. طيب يبقى هنقول الكاستمر نيم والسب كاتيجوري والستيت، ونضغط كده اوكي. حلو كويس جدا. ظهر لي ايه دلوقتي؟ موديفايد كاتيجوريز. طيب حلو، ده ظهر لي في خانة البارامترز. رايت كليك كده واقول له شو بارامتر كنترول. حلو كويس جدا. ده حط لي الثلاثة اهو زي ما انا عايز. بس زي ما احنا قلنا انت بقى معاك سلكين، انت عايز توصلهم فين؟ في الكهرباء. كويس جدا. طب اعمل الحكايه دي ازاي؟ انا محتاج بقى اعمل حاجه اسمها كالكوليتد فيلد. احنا يعني ان شاء الله هنشرح الكالكوليتد فيلد يعني في حلقه لوحدها، بس عشان هو زي ما قلت لكم هو الكالكوليتد فيلد والبارامترز يعتبروا بيستخدموا مع بعض بشكل مكثف. فاحنا هناخد زي يعني كده ايه لقطه كده يعني جليمس كده، او يعني سكرين شوت كده من الايه ازاي الحته دي بتتعمل. طيب زي ما قلنا كده انا عندي هنا موديفايد كاتيجوريز سب كاتيجوري، مفيش حاجه خالص ايه بتسمع. طب نعمل ايه يا سيدي؟ هنختار الكالكوليتد كرييت كالكوليتد فيلد. كويس جدا. انا عايز اسمي الكالكوليتد فيلد ده ايه؟ خلي بالك انا عايز الفت نظرك لحاجه، السب كاتيجوري اللي انت شايفها دي تعتبر فيلد تمام، هي داتا واسمها سب كاتيجوري وموجوده عندنا، وهي تعتبر فيلد من الفيلدز الموجوده هنا في الايه في الدايمنشنز. امال اللي انا بعمله دلوقتي هو بعمل ايه؟ بعمل كالكوليتد فيلد. يعني فيلد ما هوش بطبيعته موجود جوه الداتا، لا ده انا عايز اعمل له كالكوليشن. ده حاجه، ده انا عايز اعمل ايه، عايز اجيب حته من هنا على الحته من هنا على الحته من هنا واحطهم جوه فيلد كده، واقول ده فيلد اسمه كذا، ده فيلد اسمه اكس. فده اللي انا بعمله.
هنسمي الفيلد ده ايه؟ والله تعالى مثلا نسميه chosen field مثلا، تمام؟ طيب تعالوا نسيرش هنا على حاجة اسمها كيس. ايه الكيس دي؟ الكيس دي هي طبعا احنا هندخل برضو في الفانكشنز يعني، بس هنخلي طبعا كذا حلقة للفانكشنز لان الفانكشنز كتير جدا وهنتكلم عنهم، بس برضو ده زي ايه؟ زي سكرين شوت كده، يعني حاجة انت بتبص عليها خليها في دماغك عشان بعد كده يعني ايه هنستخدم الحاجات دي كلها مع بعض. فايه الكيس دي؟ زي ما انت شايف كده هو بيقول لك هو بيفايند الفيرست فاليو ذات ماتشز الايه الاكسبريشن اند ريتيرنز ذا كورسبوندنج ايه، يعني هو انت بس كانك بتدور، هو بيدور بيقول لك احنا لقينا ده قصاد ده، خلاص هات لي يا عم الحاجتين اللي هم شبه بعض دول. برضو انت مش فاهم، هقول لك الوقت هنعمل ايه. هنكتب هنا كيس وهقول له هنا ايه، شايفين المودفايد كاتيجوريز دي؟ ده اللي هو اسم البارامتر بتاعي. هقوم شادد كده البارامتر هنا، تعال خش. طيب حلو قوي. انا دلوقتي بقول له ايه؟ انا بقول له والله لما انا او الكيس اللي انا ايه اللي انا هستخدم فيها المودفايد كاتيجوري دي، خلي بالك بقى معايا انا ايه يا تابلو، انا هستخدم المودفايد كاتيجوريز. هقوم قايل له والله وين لما اول حاجه عندي هنا اسمها ايه؟ كاستمر نيم. حلو. فانا هقوم قايل له هنا كده لما انا اختار الكاستمر نيم، طبعا هي كيس سنسيتيف اه، فخلي بالك وانت بتكتب. لما اختار الكاستمر نيم عايزك تعمل ايه؟ زين كاستمر نيم. شايف بقى هنا بقى ده ايه بقى الكاستمر نيم اللي هو اللي بالاورنج ده؟ ده الدايمنشن نفسه. فين الكاستمر نيم؟ اطلع اطلع اطلع. ده هو ده هو ده، يعني خلي بالك اللي جوه الكوتيشنز ده هو اللي انت كاتبه جوه البارامتر، انما ده هو الفيلد الداتا نفسها اللي هي الكاستمر نيم. يعني ايه؟ يعني انت بتقول له لما انا اروح للمودفايد كاتيجوري واختار الكاستمر نيم ده يظهر لي المعلومات اللي هي جوه الفيلد اللي هو اسمه ايه كاستمر نيم. كويس جدا. طيب هقول له بعد كده وين لما اختار، وهنروح هنشوف الاوبشن الثاني اللي هو السب كاتيجوري. طب لما انا اقول لك هات لي السب كاتيجوري، طبعا هنا لا كده زين سب كاتيجوري، اختار لي الايه الداتا اللي هي بتاعت السب كاتيجوري. تعالى معلش عايزين نكتب دي وين ايه مظبوطه كده. طيب وبعدين وين اخر حاجه كانت الستيت زين ستيت. حلو. وبعدين هقول له اند، بعدين ايه قال لك اهو ذا كالكوليشن از فاليد، تمام يعني انت اللي انت كتبته ده تمام مظبوط صح صح. ابلاي اوكي. حلو. خلي بالك ده اللي هو بتاعنا اهو، ده اللي تشوزن فيلد. حلو. ده الايه ده اللي تشوزن فيلد. تعالى كده نغير تاني هنا كده. قال لا ده ما فيش حاجه بتتغير. ليه بقى ما فيش حاجه بتتغير؟ لان اساسا السب كاتيجوري ده هو مش ده اللي انت عملت عليه الكالكوليتد فيلد. خلي بالك ده فيلد موجود في الداتا الاصليه زي ما هو على وضعه، انما انت عايز تجيب الفيلد اللي انت لسه عامله اللي هو ايه الكالكوليتد فيلد اللي هو لما اختار حاجه يبين لي حاجه. طيب ماشي، تعالى يا عم نشيل ده كده تمام، واقوم رايح واخد التشوزن فيلد. ايه بقى ده بقى؟ تعالى نشوف كده ستاندرد. ده الكاستمر نيم، رتبهم كده تمام. ده هنا كده جاب لي اهوت الكاستمر نيمز، اول واحد اسمه تشين ميلر، تاني واحد اسمه تامارا تشاند، واحده دي ولا ايه، بعد كده ريموند بوتش او بوخ. طيب ده الكاستمر ايه؟ ده الكاستمر نيم. تعالى نختار كده سب كاتيجوري. دي اتغيرت اهي. ده بقى عندي فونز وتشيرز وستورج وتيبلز وبايندرز وماشينز واكسسوارز. طيب حلو ده كويس جدا. طب الستيت؟ برضو الستيت اهو كده. انا عملت كالكوليتد فيلد وعملت بارامتر. حلو. الحكايه دي يعني انا عملت زي فلتر كده، بس هو دايناميك فلتر بقى يعني عميق شويه، ان انا اخدت حته من الستيت على حته من بقيه الداتا عندي اللي هي الكاستمر نيم على السب كاتيجوري، وقمت حاططهم في فيلد واحد، وقمت عامل عليه زي بارامتر اللي هو يعتبر فلتر. كويس جدا. من هنا بتيجي الحاجات اللي هي الايه اللي هي الغريبه شويه، او يعني مش اللي غريبه، اللي هي بتبقى يعني تعتبر صعبه شويه، محتاجه شويه ديناميكيه اللي هي مش موجوده في الداتا بتاعتك على طول، لا محتاجه تعمل لها كالكوليتد فيلد ومحتاجه تعمل لها ايه. طيب باقي لنا ايه تاني؟ يعني ممكن نقف لحد هنا في الحلقه دي. كان في مثال كمان كنت حابب ان انا اشرحه، ممكن نخليها في بارامترز، يعني اخلي كمان حلقه كمان للبارامترز
واشرح المثال الاخير، لان احنا يعني ايه اخدنا حوالي 9 دقايق وشويه. فدي كده نهايه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.